أقرأ لك إشي. أوكي أوكي، دائما مع بعض. الله يهنيكم يا رب، انبسطوا لأنه بعد الزواج بتبطلوا تطيقوا بعض. والله لا أبو شرط، بالعكس أحس بعد الزواج واحد تعلق أكثر بالشخص اللي معه، لأنه هو نيسه يعني وسنده وملجأه لما بيكون. والله مو الكل هيك. والله أنا هيك حبيبي. يعني قد صرنا مع بعض سنتين؟ ها يا حسيتيني شي تغير؟ مو بس منك، مش بس من سوسو، من أكثر حد، من حدا بسمع انه يلا خليكم هيك بعد الزواج. كل حالة ان شاء الله بتشوفونا بكره بعد الزواج كمان، يعني حكون احلى واحلى مع بعض اكثر. اهم اشي اقولكم شو؟ اهم اشي التفاهم. خلص بما انكم متفاهمين وبتحترموا بعض خلص، وخصوصا مثلا مبادئ انه يي ممكن يطلع حدا، ممكن هذا مع الوقت تصير مع الوقت بتصير خلص تعرف ايش الحد اللي عندك. شو هال بتصير تعرف يا عاد في فيديو بعد لسه مالك عرفانه يعني؟ لا عرفانه ماشي. أوكي. بس بحكي لك يعني هلا بيقول لي عرفانه، بعدين هيك تطلع بعدين بكتشف. ما في مني انا ولا شو رايك مامي؟ والله امي بتقول ابني ما في منك، انا هيك ما بعرف. لا احكي لكم شو، والله هم كثير يعني عيله مخلصه والله يعني انا بشوف حبيبتي، والله بشوف وبطلع وبحلل وبعرف. انتوا كمان عيله ذكيه، انا ذكيه بعرف يعني اذا فيهم من معدنهم شو اسمه الاخلاص تطلع انت نيئه تطلع غير على الكل. لا ان شاء الله خير. شايفك ومصدق ان شاء الله خير. في تعقيبا على كلام امبارح، عشان حكيت انه انا كنت بالمدرسه ايش بسموها، مدرسه البنون، مشكلجيه. كنت مشكلجيه؟ فهو واحده كتبت لي انه والله كنت رايقه، درسنا سوا بالصف. لا انا كنت رايقه جوا الصف، بس برا الصف ما كنت رايقه. بتذكر عملت طوشه مرتين وكنت اهرب من المدرسه، بتعرف اسباب كثير تافهه. اروح اشتري سندويشه فلافل، حرام فجعانه. اروح في كان دكانه جنب المدرسه اسمها ام زهير، زهير ام زهير، كانت هيك حجه ختياره، نقعد نشتري من عندها اشياء زاكيه، سندويشات فلافل. واروح انا وصاحبتي نقعد في هيك دخله ونقعد نحفر بالارض، نضل نحفر. ليش ما بعرف، عشان هيك كنت يعني كنت اهرب من المدرسه اسباب كثير سخيفه. فكنت رايقه جوا اصلا ما بعرف، صف عاشر يمكن يمكن صف عاشر يمكن كنت شوي رايقه. اول سنه وتوجيهي ما كنتش اصلا اروح الصف، كنت احضر طابور المدرسه. لا تكونوا زيي هذا بحكوا لي هذا، كنت احضر طابور المدرسه وازم الشنطه واغليها. انفلونسر على الانفلونس الايجابي اللي عم تعملي، لا تكونوا زي شهد. دونت تراي ذس. لا بس احكي لكم شيء، انه انا بالتوجيه حطيت عقلي براسي. اول فصل ما حطيت عقلي براسي، ولا ثاني فصل ولينا ما جبتي الاول على الصف. ثالث فصل قدمت تقريبا 8 او 9 مواد مع بعض، وكان علمي تخصص علمي، وجبت 75. درست بس بشهر. وين خرجتي بثلاث سنين؟ ايش هو قصدك على الجامعه؟ سنين وصيفي بس. كمان كان بيني وبين الجيد 20، فا عشان هيك. بس ما تكونوا زي تهربوا من المدرسه، مو منيح. اوكي ما تهربوا، المدرسه مفيده. كمان قهوه؟ خلصت قهوتي، صبي لي قهوه. اوكي شيرو، في وحده لا مش هاي السؤال بس خلص. اوكي في وحده كان بدها صوري وانا بالمدرسه. هي عندي اياه هون. عندك اياه هون؟ عندك اظن، ما بعرف. شهودة جد تشبه المغربيات كثير. كثير بيحكوا لي بشبه المغربيات. والله تشبه ميسي لكن دعلوش كمان، بس انت احلى يعني. تشبه مين كمان؟ بيحكوا لي امل بشوشة. تشبه جورجينا، انت احلى كمان. واشبه جورجينا بليونيرة حبيبي. معلش هي جيبتها احلى يعني. وحبيبة احلى كمان يعني. انا ولا كريستيانو؟ انت طلعي بعيونك. انت يا حطيرة. ماشي انا فرجيتي. والله انت شو مالك؟ لا تحلم، حكيت والله خلص. فشو اسمه مغربيه. في امل بشوشه كمان بيحكوا لي. في هلا جديد كثير بشوف روان داش. روان داش كثير بشبهوني بعالم كثير، انا كل مره بشكل، كل مره بيطلب. والله انا بالنسبه لي يعني ما في مثل شهوده ابدا. خلص خلصت. في كمان ممثله تركيه نسيت شو اسمها، بضلهم يكتبوا لي اكم ما بعرف شو اسمها، بمسلسل اسمعني.
اسمعني هيك اسم المسلسل تركي كتير بعتوا انا كان كثير شبهوني مسلسلات تركية او انت فلاتو شو اسمه فارتولو فارلوتو ادري شو ادري شو اسمه يا زلمه بس انا مش بهني ابدا ابدا مش بهني انا احلى بمليار مره احنا وياك اشكالنا مالوفه عشان عيوننا شوي كبار فبتلاقي كتير ناس بتشبهنا باشياء عرفت هلا بالنسبه لصوري بالمدرسه شو عندك عندك ياهم انت ازمزيهم ياهم احلاهم صور احلاهم شو حلوه عمري في عندي صور وانا صغيره هون اصغر من المدرسه اصغر من عمري 18 تعقيبا على كلامي انه قلت لك انه نص جمال البنت بشعرها اوكي اوكي انه يكون نظيف وصحي ومرتب وحلو طبعا فانا واجهت مشكله من اول ما خطبت شيرو انه شعري كان كثير خربان ليش حسستيني انه انا المشكله لا يا جماعه لا. شعرك منيح من اول ما شافوني العالم كثير اوكي ماشي بس انه كان اشقر ولهون لهون في خصل والله العظيم لهون شعرك كان منيح اللي خربتي يا حبيبي فا وهون كمان لما انت بتحكي لي الاسنان الاسنان كثير مهمه كثير كثير يعني انا بطلع كثير على الاسنان وعلى الشعر الاسنان تكون نظيفه حتى لو انه مش عامل لها تبييض ولا هذا تكون نظيفه عرفت كيف والشعر كمان اهم شيء انت ايش بالنسبه لك اهم شيء الشعر لا الوش الوش والاسنان أوه. كل شيء لا كل شيء كل شيء ما فيني يعني بس انه اهم اهم لا شي... لا اوكي ماشي في الوجه اوكي ايش اكثر شيء بلفت نظرك الرموش الحواجب الخدود كل شيء كل شيء لازم كل شيء اوكي كل شيء الحمد لله انت بيرفكت يعني اوكي اوكي خدي مدح خدي مدح لا اشوف هسه اذا رح تمدح بس افكر اوكي هاي الالوان كلهم انا حاطه تقريبا زي هاد وهاد الالوان هاي واظن راح احط هاد على نفس الشكل بس راح اقصرهم شوي هذا حلو كمان البني في كتير الوان حلوه هاد حبيته هدول الالوان الشتويه وهاد كمان وهذا الاخضر هاد وهاد محتاره وهاد ما بعرف في هدول كمان في منهم اشياء حلوه خلينا نشوف هيك كانوا هلا خلينا نشوف خلينا نظبطهم في كمان واحد مكسور الجهه الثانيه بس ماسك الموبايل نصلحه كمان اسمعوا شو رايكم هذا الاسود اللي رقمه 049 ولا هذا الاحمر اللي رقمه 043 محتاره بين هدول بني بعدين جعبالي اعمل بني بس بعدين هلا يا اسود يا احمر شوفوا قد في الوان حلوه يا رب دائما تكون حيرتنا هيك بس بالالوان تبع المناكير